السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. الفيديو ديال اليوم جيتكم بفلوغ أو لا يوم في حياتي، كيفاش قضيتو، فين مشيت، شنو درت داك النهار، أهم الأشياء اللي قمت بها خلال اليوم. اللي بغات تستمتع معايا وتقضي معايا هكا النهار تخليها معايا وتبع معايا الفيديو إلى الآخر. بالنسبه لهنا كما كتشوفوا غادي نبدا معكم الفيديو من الغداء، يعني وجبه الغداء من كنت كنجهز لها. فهنا درت يعني صدر الدجاج بطريقه KFC، يعني كنت ديجا شاركتها معكم في فيديو خاص، غادي نترك لكم الرابط اسفل الفيديو. فهنا يعني صورت بسرعه لان ما غاديش نشارك معكم التفاصيل، فقط هكا يعني فقط غنشارك معكم تفاصيل ديال النهار كيفاش داز. فهنا يعني حضرت وجبه غداء يعني صيفيه خفيفه سهله مهله، حضرت البطاطس المقليه اللي كانت عندي في المجمد مع سلطه خضراء يعني عاديه، وهذوك يعني صدر الدجاج اللي درته بطريقه KFC كما قلت لكم. غادي نترك لكم الرابط اسفل الفيديو مع عصير، وصافي هنا يعني الوليدات كيتناولوا وجبه الغداء ديالهم. بالنسبه لهنا كما شفتوا خرجت نشوف الجرده، هنا كما شفتوا انا يلاه غرست يعني معطله، غرست شويه ديال القزبر هنايا، يعني قزبر ومعدنوس باقي يلاه بدا يطلع، كذلك واحد القرعه الحمراء اللي كنت غرستها بدات شويه تكبر، ولا سيبولات، وغرست بزاف ديال الحوايج. هنا كما بغيت نوريكم هنا عندنا هاد الشجره اللي اكتشفناها، يلاه اكتشفنا ان عندنا في شجره في الدار ديال حب الملوك كما شفتوا. هنايا راه بدا يحمر يعني بدا يوجد كما شفتوا. ومن بعد كيما شفتوا مشيت جمعت الماعن وغسلتهم. انا نبغي نقول لكم واحد السر، انا في الصيف كنبغي نغسل بزاف الماعن بيديا، كنستمتع وكنتبرد بهذاك الماء فاش كينزل على يديا، فما كنديرش الا اذا كنت مثلا مشغوله وما عنديش الوقت عاد كندير الماكينه، فنبغي دغيا هكا ندوز عليهم. اللي دايره بحالي هكا تبغي تغسل الماعن في الصيف بيديها يعني تخليها لي في الكومونتير. فهنا غادي نغسل يعني الماعن كلشي اللي عندي. هاد النهار تقريبا ما درت والو، يعني غير وجبه الغداء لان كنا غادي نخرجوا في العشيه. فهنا يعني كما قلت لكم غادي نخرجوا الوليدات في العشيه، نخرجهم شويه يتبردوا. هنا خديت لهم واحد سناك كما شفتوا اللي غادي ياخذوه مع قريعه الماء كلينكس، وهكا يعني يوغرت وبسكوي وجوج تفاحات، يعني كناخذ لهم سناك ديالهم. وهنا كنوجد لهم يعني حويجاتهم اللي غادي ياخذوهم، الفواد ديالهم، لان غادي ناخذوهم لواحد السبلاش باد، يعني واحد البلاصه اللي كيكون فيها بحال رشاشات وكيلعبوا فيها في الماء يستمتعوا شويه. فخديت لهم الكريم سولير اللي غادي نديروا ليهم، كذلك هنايا يعني الفوطات ديالهم اللي لويتهم بهذا الشكل، يعني حاولت نشارك معكم كاع التحضيرات. كذلك خديت هاد معقم اليدين اللي غادي ينفعني، راكو عارفين الوليدات فاش يبغوا ياكلوا سناك يديهم ما يكونوا موسخين باش نعقم ليهم يديهم. كذلك خديت لهم مشيطه لان شعرهم فاش كيفزك كيطلع للسما، فخديت لهم مشيطه. كذلك التبديله اللي غادي يبدلوا درتها هكا في زيبلوك باغ، يعني حاولت نشارك معكم الافكار. كذلك يعني درتها هكا في واحد البلاستيك باش هكا فاش المايويات يعني يفزقوا نرجعهم في هذاك البلاستيك ومن بعد يلبسوهم هذيك الكسوه ديالهم. كذلك هاد ليكرون سولير، ويعني كلشي حاولت ان
ثاني نديرو في يعني في بلاستيكات باش هكا يعني يكون كلشي منظم عندي في الحقيبه. واكيد ما نساوش لي لانجيت. انا بالنسبه لي لانجيت اولا المناديل المبلله، لان الوليدات كيوسخوا روحهم بالبسكوي باي حاجه كلاوها كيوسخوا روحهم، فانا هادو ما غاديش ناخذهم معايا لان ديما عندي في الطوموبيل، ديما كنحتفظ بهم في السياره. فمبيت كيما شفتو خديت هاد الساك اللي ديجا كنت وريت ليكم اني خديته من موقع بانغود، فعني بزاف صراحه هاد الساك، فدرت فيه لتحت سناك ديالهم، والفوق كيما شفتو غادي ندير فيه الفوط وداكشي كامل اللي خاصهم، المايويات داكشي كامل ديالهم اللي غادي ياخذوه، لي كونسولير، وغادي ناخذ كلشي الحوايج هنايا. بالنسبه لهنا فانا وجدت الحويجات اللي غادي نلبسوهم. كما شفتوا هنا عندي هاد الباسكيت هادي اولا هاد السبرديله اللي توصلت بها بموقع اسيوي اللي هو موقع روموي، غادي نترك لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو اللي عجباتو. فانا مهم جاتني عاديه صراحه لبستها غير مره ومن بعد حطيتها. وهنايا وجدت يعني حويجات وليداتي اللي غادي يلبسوهم. عارفين الوليدات من بعد ما تلبسوا لهم، انا عندي بنتي ديما خص نمشط لها، وهذا يعني بالنسبه للامهات اللي سولوني على الروتين اللي كندير لبنتي شعر بنتي. ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم، يعني ما كاينش شي روتين اللي زعما كنتبعوا لها، زعما باش نكون صريحه معكم عادي غنوريكم ان شاء الله لي شامبوان اللي كندير لها. وصافي عندها مره كل شهر كندير لها واحد الزيت لشعرها باش هكا يبقى دائما رطب وصافي. يعني بالنسبه لسر الطول ديال الشعر ديالها هي الضفيره، ما نكذبش عليكم، يعني ديما كنضفروا لها وكيتجبد وديما كيبقى مسرح وصافي. هذه يعني الضفيره هي اللي كتعاون بزاف ان الشعر يطوال دغيا، يعني ما كاينش شي خلطه سريه اللي كنت كنديرها لها، فيعني عادي جدا. انا ان شاء الله نحاول نشارك معكم الروتين بالنسبه للناس اللي يهمهم يعني هذا الموضوع. فكما شفتوا درت لها هكا ضفيره للشعر ديالها باش هكا يكون مجموع، يعني حاولوا دائما الا كنتو ديوهم لابيسين او للبحر دائما ضفروا لهم شعرهم باش هكا ما يتخبلش كما كنقولوا حنايا. ودائما قبل ما تخرجوهم دابا فصل الصيف ضروري لي كرون سولير، يعني واخا تكونوا تخرجوا غير تسوقوا ولا شي حاجه، ديروا لهم لوجههم ليديداتهم رجيلاتهم، يعني اي بلاصه عندهم عريانه ديروا لهم لي كرون سولير ديالهم. هاد الحاجه اساسيه باش ما يتحرقوش وليداتكم، لان كاين بزاف اللي كيهملوا وليداتهم. انا مؤخرا سمعت على واحد الخبر ان واحد الام كانت ما ديرش لبنتها لي كرون سولير، والله يحفظ الله يسترنا والله يحفظ وليداتنا، قاسها يعني الكونسير ديال الجلد. فيعني حاولوا دائما تشريوا لي كرون سولير، راه ماشي غالي بزاف، وديروا لوليداتكم دابا الشميشه راه صعيبه هاد الشميشه ديال الصيف، ودائما ديروا لهم القبعات يعني لي كاسكيت شابويات ديالهم، لان الشمس فاش كتضرب الراس حتى هي صعيبه كدوخ. فاحضروا وليداتكم مزيان في هاد الصيف صافي. يعني هادو كانوا مجرد هكا، يعني انا دائما حنا ننسى فاش كنهضروا كنبغيو نشاركوا هكا، يعني سيرتو على الوليدات. نتوما كتنصحوني في لي كومونتير الله يخليكم، يعني دائما كتخافوا على وليداتي كتنصحوني بزاف، شكرا لكم بزاف. وكذلك حتى انا يعني كنبغي هكا ننصحكم بالنسبه لوليداتكم حتى نتوما، وتقبلوا يعني النصيحه ديالي راني بحال اختكم. فبالنسبه لهنايا كما شفتوا في الطريق رانا غاديين في طريقنا، نصور لكم هكا شويه باش تحسوا معايا بالاجواء. فصافي غنخليكم حتى نوصلوا عاوتاني ونرجع لكم. وصلنا لهاد سبلاش باد، يعني كتكون في لي بارك عاديين، يعني كيطلقوها غير في الصيف، كيكونوا هكا كيما قلت لكم راه الشاشات غتشوفوهم معايا من دابا شويه، كيطلقوا لهم الماء وكيبقاو الوليدات يلعبوا فيها. فهادي يعني كتلقاوها بارتو هنايا، يعني كتلقاوها في بزاف ديال لي بارك هنايا كاينين موجودين، وكتلقاو بزاف الناس جايبين وليداتهم يلعبوا تمايا. فهكا تاخذوا يعني هكا يعني الحصيرات اولا شي حاجه باش تسرحوها تجلسوا فيها في الكازون، وفي نفس الوقت وليداتكم يبقاو يلعبوا. كما شفتوا هنايا بزاف الوليدات كيجيو يلبسوا لهم غير مايويات ديالهم وكيبقاو يلعبوا ويستمتعوا بهذاك الماء كيبقى يتخوى عليهم.
هادوك السطوله كيما شفتو كيتعمروا بالماء باش كيتخواو عليهم، والمكان بارد منعش يعني، وعائلاتهم كيبقاو جالسين حداهم ويحداوهم. صراحه يعني كيستمتعوا صراحه بزاف بهاد الالعاب. صافي هنا يا وليداتي، من بعد ما سالاو كيما قلت لكم هذاك الكيس فاش كينفعكم، انكم دوك الميويات اللي كيكونوا فاسقين كتعصروهم وكترجعوهم في هذاك الكيس. هذا هو علاش قلت لكم ضروري تاخذوا يعني اكياس تاخذوا فيهم الكسوة، وفي نفس الوقت غادي ينفعوكم يعني فاش تجيو راجعين. فصافي يعني حنا قضينا معاهم واحد الوقت وما لعبوا وشبعوا لعبوا كل شيء، ومن بعد غادي نمشيو غادي ناخذكم معايا لهاد المنظر الرائع جدا. هذا يعني غير اون فاس لهذاك البارك، هنا كيلعبوا غولف، وصورت لكم هذا المنظر اللي رائع جدا كيما شفتوا الطبيعه خلابه وزوينه بزاف بحال شي كارت بوستال، فصورتو لكم هكا باش تستمتعوا معايا بهذا المنظر الجميل. وهنا صورت لكم، مشيت بغيت نمشي لوينرز نشوفوا شنو دايرين من تخفيضات. اكيد وينرز يعني كل مره كيديروا هكا تخفيضات، ف غادي ندوركم معايا ندير لكم هكا جوله فيه شنو هما الاشياء اللي فيه، حيتاش بزاف يعني الاخوات اللي كيطلبوني على هكا هذا النوع من الفيديوهات انني نوري لكم هكا جولات في محلات باش تاخذوا فكره يعني على الاشياء اللي كاينه هنايا، الاثمنه الى غير ذلك. يعني صراحه اللي ما شريت نزاه، وحتى انا كيعجبوني بزاف يعني هذا النوع من المحلات، واخا ما نشريش كنمشي وكندور وكيعجبني نتفرج يعني في الماعن والقش سيرتو الماعن. بالنسبه لهذا المحل وينرز يعني فيه الكسوه الاحذيه فيه ملابس الاطفال مخلط يعني فيه الماعن، وكيكونوا فيه يعني ماركات اللي هما معروفين ولكن يعني باثمنه اللي هي مناسبه. دائما الماركه اللي كتلقاوها بحال غوتشي بحال يعني جيس بحال يعني بزاف ديال الماركات فكتلقاوهم هنا بثمن مناسب، ماشي كيما مين تاخذوهم بالمحل الرسمي ديالهم. فبالنسبه لاغلب الماعن انا بعدا كناخذهم من هنايا، كيما شفتوا هادو بحال اللي عندي كانوا بزاف سولوني عليهم ديال السكر واتاي وكلشي، فانا كنت خديتهم هنا، خديتهم انا بثمنهم الاصلي، ولكن هنا راه كانوا شتي كيما شفتوا منقصين فيهم. وهنايا يعني اللي وهنا يعني في هاد المحلات كتلقاو غير بياسه بياسه جوج بياسات، يعني ما كتلقاوش مثلا واحد الغيون كله مثلا ديال بياسه وحده او لا، فكتلقاو بحال هكا يعني مره كتلقاو الحاجه مره ما كتلقاوهاش، كيكونوا حوايج اللي هما مميزه وزوينين. فصراحه انا كيعجبني بزاف هاد المحل هو مارشلز وهوم سانس، يعني كيعجبوني بزاف صراحه. كاين مجموعه من القريعات هكا اللي ممكن تنظموا فيهم في المطبخ، يعني بزاف ديال الحويجات صراحة اللي زوينين. المهم نخليكم تتفرجوا معايا. كاين هاد لي بواط البلاستيكيه اللي خاصين بالكيك والكاب كيك، زعما زوينين هادو مين تكونوا خارجين مثلا بيكنيك تاخذوا فيهم الكيك او الكاب كيك زوينين، او لا ممكن ديروهم حتى في الثلاجه الا كنتو تحتفظوا بالكيك ديالكم في الثلاجه، فعندهم دوك الغلاقات زوينين. كذلك كاين هادو اللي عجبوني صراحه هكا الزيتون او لا ديروا فيهم هكا الكونفيتور العسل، يعني ممكن تستعملوهم لعده اشياء فيها هكا دوك ثلاثه طبيصيلات صغار،
فهذه زوينه عجبتني، ولكن مكانش عليها تخفيض. انا الصراحه كنبغي نستغل الفرصه فاش كنجي هنا كناخد الحوايج اللي عليهم تخفيض، لان شي مرات كنغيبغي مثلا اسبوع مثلا ما كنجيش لهذا المحل، كنجي كنلقى نفس الحاجه اللي خديتها ماشي في التخفيض كنلقاهم داروا عليها تخفيض، فكيبقى فيا الحال صراحه بزاف، لان كينقصوا فيها واحد المبلغ كبير وكيبقى فيا الحال. اللي ما يعجبنيش في هذا المحل خصوصا في الجهه ديال الملابس، فما كتلقايش داكشي منظم صراحه، داكشي مرون. كاين هذه الخاصه بالماء كما شفتوا في هذاك الروبيني، زوينه تعمروا فيها الماء او العصير في فصل الصيف. كذلك هذه عجبتني ديال الزبده، تحطوا فيها كاس زبده فوق من الطبله كتغطى. هاد الطباسل حتى هما زوينين، هادو اللي جايين هكا طوال زوينين في التقديم هكا، يعني بزاف ديال الحوايج ممكن نقدمهم فيهم. كذلك كاين هاد الطباسل ديال الكيك، يعني كاين عده اشياء. كاين هاد لينب ديال الطوابل اللي زوينين في الوان مختلفه واشكال مختلفه، وما كانوش منقصين فيهم، هادو عجبوني صراحه ولكن ما كانوش منقصين فيهم. وهاد الالوان اصلا صيفيه زوينين هكا ديرهم فوق من الطبله. كذلك كاين هاد القريعات زوينين اللي رجعوهم 5 دولار كما شفتوا. كاين هذا اللي عجبني صراحه، هاد الطبسير رجعوا 7 دولار، اللي ممكن تحطوه ديكور او لا ممكن تحطوه فيه الشكلاط هكايا فوق من الطبله، او لا شي حلويات زوينين هكا مع الشاي ديال المساء. كاين بزاف الحوايج اللي صراحه منقصين فيهم. كاين هاد البوله اللي هي على شكل داك الحجر. كاين هنا ريدويات، صراحه انا خاصني ريدويات لان الضربه ما درت فيها لا ريدويات لا شي حاجه، ومع الاسف ما لقيتهمش منقصين في الريدويات، حتى نمشي ان شاء الله نشوف مارشز واش منقصين فيه، لان خاصني الريدويات للدار كامله، باقي ما عملتش عاد الريدويات. فكما شفتوا هذا الريدو رائع، هذا الابيض فيه جوج، يعني جوج ديال الريدويات ب 99 دولار، يعني غالي شي شويه صراحه، 100 دولار راه ماشي شي حاجه رخيصه. كذلك كاين الخديات باشكال والوان مختلفه، صراحه انا مازال بزاف اللي قالوا لي واش ما درينا جوله في الصالون، واش انا الصراحه مع ولدي باقي صغير كيرول لي كلشي الصالون، يعني الخديه اللي كنحطها كيلوحها في الارض، راكو عارفين الوليدات يعني فاش كيكونوا صغار ما كيخليو حتى شي حاجه. فصراحه مازال لحد الساعه ما درتش زعما شي ديكور اللي نقدر انني نبارطاجيه معاكم او نشاركه معاكم، يعني داكشي اللي عندي عادي جدا. فيعني ان شاء الله ملي ندير يعني ديكور اللي نكمل يعني الديكور ديال الصالون ونكمل داكشي كامل اللي ديال الدار، فاكيد غنشارك معكم عده جوالات في البيت. فكما شفتوا هنايا كاين هذا الريدو اللي صراحه عجبني بزاف اللون ديالو في الكري، وانا اصلا يعني باغيه هذا النوع، هذا اللون بالضبط اللي هو كري، باغياته بزاف، يعني ما كيبانش فيه الوسخ وكيجي زوين خصوصا مع الصباغه اللي عندي في الحائط غيجيني زوين. فيني كاين بزاف ريدويات هنا ومع الاسف ما كانوش عاملين فيهم تخفيضات. كاين كذلك هاد الكاشات زوين اللي كيجيو هكا تحطوهم فوق من في الفوحده يعني في الصالون، يعني شي واحد كان باغي مثلا يتكا ولا يتغطى بها كخفيفه. كاين كذلك هنا هاد الكوادر اللي عجبوني بزاف ديال لي فوتو اللي كيكونوا راقيين، ممكن تديروهم هكا في غرف النوم او في الصالون، صراحه عندهم اشياء رائعه للديكور صراحه. انا واخا كيما قلت لكم شي مرات ما كنشري حتى شي حاجه، المهم كنستمتع بهاد المنظر اللي كتشوفوا حداكم، وكنظن يعني كاع النساء كيبغيو صراحه يستمتعوا بهاد الديكورات، وخا غير يشوفوهم ياخذوا افكار ربما يعني تلقاوهم في بلايص اخرين باثمنه مناسبه. غادي نجيو لهاد الجهه هذه اللي كما شفتوا مقربلين، ها ديال بصح هذه اللي الاشياء اللي خاصين بال يعني التنظيم، هاد السلات اللي خاصين بالتنظيم، هاد الصنادق هادو اللي خرجوا مؤخرا بزاف، حسن من السلات يعني كينظموا وكيبقاو مده طويله حسن يعني من هادوك السلات كما شفتوا. كاين هاد السلات هادو حتى هما، فيعني كاين بزاف صراحه ديال الاشكال ديال التنظيم كتحيري صراحه. والاثمنه كتبقى كما قلت لكم على حسب، كاين اللي غالي كاين اللي رخيص شويه على حسب، مي هادو ما كانوش يعني دايرين فيهم تخفيضات نهائيا. فكما شفتوا اشكال مختلفه، المهم الفيديو راه كيوضح كل شيء. انا كيعجبوني بزاف صراحه هاد السلات ديال التنظيم، يعني شي حاجه اللي عندي اساسيه صراحه.
وهنا كيما شفتو كاين هاد الكراسي بهاد الالوان الزوينه الصيفيه اللي ممكن تحطوه في شي بلاصه هكا في الصالون او لا تحطوه في الدخله ديال البيت، كيجي زوين صراحه. فنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش دائما تدعموني بلي لايك ديالكم باش هكا تشجعوني اكثر نصور لكم فيديوهات اكثر. وكذلك الا كانوا يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات خليوها لي لتحت في لي كومونتير باش هكا نشارك معكم فيديوهات اكثر. واللي مازال ما مشتركاش في القناه تشترك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، كذلك ما تنساوش تفعيل الجرس باش هكا توصلوا بكل ما هو جديد. ونقول لكم مع السلامه ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي. يلا باي باي، بسلامه. Just one.